الكرام في تونس الخضراء والدوحة وكامل الوطن العربي الكبير العزيز، إليكم الأسماء التي تمثل الفريقين منذ البداية. الأحداث الأساسي بالنسبة للترجي في المرمى بخليل شمام، في وسط الميدان محمد علي بن رمضان، بونسوك ومي في الظاهر، لكن المضمون والباطن مختلف تماما. الكرة الأولى في المباراة هجمة للترجي، المحاولة من جهة اليسار إلى إبراهيم وترى، وترى كرة ملعوبة خطيرة على دفاع نادي النصفاقسي، هجمة للترجي، محاولة أولى تصويبة والكرة للحارس أيمن دحمان مباشرة للفائز. مش أربعة مش خمسة، بداية شي يستنى فينا، ماذا نترقب ماذا نتطلع من فرجة رائقة. كرة من المالي سياكا باكايوكو، يلعب كرة تمس طويل في البوكس، سرينا محمد اسلام بكير، بكير في وسط الميدان، والكرة في تقدير حكم ثاني هذا الموسم بعد قيادة مباراة الجولة الثالثة بين النادي نفجة البياض. نتيجة البداية نتيجة الانطلاق، كرة من علي المرزوقي، يلعب كرة لكن سهلة لي بن محمد إلى لوهافر الفرنسي، والترجي انتدب أفضل ظهير أيسر في البطولة الجزائرية. كرة وضغط عال أوف بن غيث، والكرة والهجمة للترجي من رايد الفادع، الفادع فادع لمسة ممتازة جدا إلى كوامي، كرة خطيرة للترجي وركلة جزاء، ركلة جزاء للترجي، 10 دقائق لعب، محاولة ممتازة، عملية نموذجية، الوان تو ثري بين دربالي رايد الفادع وكذلك كوامي، وهو الذي سجل أمام اتحاد بن قردان الركلتين. هذا كوامي والكرة في يد هاني عمامو، هذه المحاولة اللمسة كانت ممتازة ذهبية، الاسيست من رايد مع أيمن دحمان في نقطة ضربة الجزاء في بداية هذه المباراة. على السيناريو الأمثل بالنسبة للترجي وأمام جماهيره، ننتظر بدري دحمان، أنيس أيمن، أيمن انتظار ترقب وشغف أنيس البدري، أيمن دحمان في تنفيذ ركلة الجزاء، يتصدى دحمان، يتصدى أيمن دحمان في البداية، تحتاج دقيقة لعب مثيرة للغاية في بداياتها، في انطلاقاتها، في كراتها الأولى، ودفاع السي اس اس يتدخل دخول قوي، زرقاء يعني سجدة الشكر، سجدة لأيمن دحمان، ولد الفيراج الذي أصيب في الأربطة المتقطعة في الفئات السنية، قوة شخصية وعودة قوية لابن جا، تمريرتين حاسمتين كذلك في المباراة. كرة ثابتة للنادي الرياضي الصفاقسي، هذه البداية تشعل المباراة وتعود لنقطة الانطلاق على مستوى الحماس. نعيم حسني أول ركلة جزاء، 20 مخالفة للنادي الرياضي الصفاقسي، اقتربنا من النصف من الربع ساعة الأولى. مشاهدينا الكرام هذه كرة من حمزة المثلوثي مرفوعة، والتدخل من دفاع الترجي تعود إلى محمد علي، بدري بدري أنيس يلعب الكرة، عبد الرؤوف بن غيث، كرة محاولة للترجي، عبد الرؤوف لمسة بدري، كرة محاولة فاعلة للهجوم، يعني التحول دفاعا هجوما هو نقطة الضعف لحد الآن في النادي الرياضي الصفاقسي اللي طالب بركلة جزاء في هذا العام. ترى وترى وترى معنا سيمانيد، رايد الفادع بن رمضان في وسط الميدان، يعطي كرة لسامح الدربالي، مساحات في دفاع السي اس اس على الرواق الايسر الى عبد الرؤوف ورايد الفادع، فادع كرة رأسية خطيرة، جول 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 البدري، وما ادراك ما البدري، وما ادراك ما البدري، انيس لديكم لا خوف عليكم، انيس يكفر عن ذنب الدم والذهب ومباراة ذهب، عيار 24 للتحسية البدري بعد توزيع من متر بعد هذه الكرة، شوف رايد الفادع، رايد البارع يرفع كرة مليمترية، رعوبة ضربت في التراء، ضربت في الأرضية، صعبة على الحارس أيمن دحمان، رأسية تنيس البدري، 1-0 للترجي في هذا الشوط الأول، هدف مقابل سي اس اس، الياس شتي، كرة لمحمد علي بن رمضان، خروج مميز جدا بالكرة، سلاسة يعني في التمريرات، في الباس، حمد روني، التيكي تاكا الترجي تواصل الابداع على اقناع الفرجه، والكره من حمد روني، كره خطيره للترجي، هوني هوني ممتاز جدا، روعه 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 روعه، ما هذا، تيكي تاكا تيكي تاكا تيكي تاكا، ترى
النموذجية كأحلى وأروع ما يكون. هدف ممتاز جدا، هدف يدرس، هدف في البال، هدف في التاريخ، هدف في بلاي ستيشن. هوني بدري يا هوني يا هوني، يجبد يا هوني، وكورة للبدري، هدف ثاني للترجي الرياضي التونسي. الحمد لهوني بخصال فني. شوف 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 ماذا فعل الهوني بنسيم هليل، لكن اللقطة يا ريت تتعاود من الأول. البدري دوبلية ثنائية، الهوني يجبد يمرر ليانيس البدري الهدف الثاني للترجي. 2-0 ترجي العاصمة أمام النادي الرياضي الصفاقسي. أنيس البدري بالرمضان كوسط ميدان دفاعي ورايد الفادع في الرواق رايمر. كرة من محمد اسلام بكير، بكير ما مشى شيء في السي اس اس في مباراة اليوم، في المقابل مشى كل شيء. انتظر كرة محمد علي منصر. الترجي متقدم بهدفين لصفر، متقدم في السكار ومتقدم في الأداء، في كل شيء الترجي في مباراة اليوم. عمل اللي حب. كرة من محمد علي منصر تضرب في الجدار، والكرة فكسي يعني أمام صدمة وباتة. هذا المردود المحير أمام الترجي، ترجع الكرة، مخالفة خطيرة، كرة أمامه ومحمد علي اليعقوبي، والازدواجية من علي المرزوق يعقوبي في تسديد هذه الكرة، سويبت أمامه. شوف محمد علي اليعقوبي وكأن يبيه لاعب صد في الكرة الطايره.